2 4 وادي الخامس اللي وراهم كوندي وفي 4 موجودين في المنطقه دي فهي حلوه. ابو تريكه ممكن ابو تريكه فتحت يا ابو تريكه يا حلاوتك يا ابو تريكه رجع ابو تريكه واحد من النادي الاهلي هي دي اللعيبه الكبيره تجيلك في المواقف الصعبه وتخلص محمد ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه جول للنادي الاهلي مع الدقيقه 69 واحد من النادي الاهلي بالتخصص محمد ابو تريكه هداف النادي الاهلي امام الفريق البترولي ورابع اهدافه امام بتروجيت انما المره دي في الكاس وعنده 3 في الدوري ومتعب اللي غايب موجود بارقامه باربع اهداف انما النادي الاهلي يتقدم بعد ما ضغطوا كتير وقدروا ان هم يغلطوا الخط الخلفي ليه فريق بتروجيت 1-0 مقابل في هدف هيفك لنا اللقاء تماما مختار مش هيلاقي حاجه يبكي عليها في الوقت اللي جاي دوت وهيضطر ان هو يبدا يفتح خطوطه في الملعب انما تمريره بركات وفضل والحكايه من اولها ثلاثي اضواء ال 18 محمد فضل وبركات وابو تريكه اهو اللي بحكي عليه يا جماعه الحكايه والحدوته من اولها ولا البلاي ستيشن ثلاث نقلات زي الحلاوه اولها بركات وتانيها فضل وعلى طول ابو تريكه اللي متشفر في اللقاءات الكبيره عشان ثلاثي اضواء ال 18 يقدروا يسجلوا الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق النجم محمد ابو تريكه.